هنوصيكم تقولوا مايا ما كتوصيكمش. شوفوا شوفوا الهضره، شوفوا طقطق طني كي كيديرها لك. تي سي تو مانيفيك، جو كومبرون بو بوكو تو فو تو ماريي، تو تا ميزون جي لا ميان، مو جو تو بروبوز اون ريلاسيون ليبر، بوركوا اون فا سونجاجي دي مو. يبدا يقرا لك شي حوايج اللي يقدروا يقنعوك، ولاد الحرام كيكونوا خطيرين عليك، كيكون فيه 46 45، كيكون قاري في واحد المدرسه اللي انت مازال ما دزتيش منها، عاد كدوزي منها من بعد. وهذه غنعاود نقول لكم نصيحه اخرى لوجه الله، راه في لي غولاسيون راه اقسم بالله راه من الشهر الاول كيبان لكم البلان. كونوا تثيقوا كونوا تستافدوا. وقالوا لي ناس قبل مني وما كنتش كنثيق حتى كلي طلع صح على خاطر خاطري وحتى تفهمت، لا بالنسبه للدراري ولا بالنسبه للبنات. راه من الشهر الاول كيبان لك بنادم كيداير. خويا المغربي راه من الاول ما باتش هي الفتاه الاحلام ديالك قلب، ما تبقاش تعلق فاش تفلق. انت باغيها محتجبه سير عند وحده محتجبه، علاش غادي عند وحده ماشي محتجبه وباغي دير لها الحجاب؟ اغيتي دو فيغ سي زيغور. زعما انت هو شنو البنات من الاول الا جاك ما تسخيش بانسان ماشي جينيرو، راه ما غادي يكون جينيرو في التوزع. دراري ما عندكش باش تخرج واحد بنت الناس تجلسها في بلاصه محترمه تهلا فيها وتبين لها بانك بصح نيت سخي ومربي مزيان، تخرجهاش اخويا شد الارض. شنو بلاتي بلاتي اش كتقولي في الخطيب اللي كيطلب تصاور بزاف من خطيبته؟ عافاك جاوبيني اختي، انا على علمي هذا غير خاطبك، ما سانيش شتي وياه شي ورقه ديال الزواج. وليكن في علمك بان الناس راه كانوا مجوجين ودايرين تصاور ومشاهد ساخنه وكيتخاصموا وكيتفارقوا، كيبقى الراجل كيهدد المراه اللي كان مزوج بها ولد معاها الاولاد او ان اونفون بهذاك الشيء اللي كان داز. دونك الله يعطيكم السر، ديك التصاره انا درت هاد الاغلاط، علاش ما كتبغوش تثقوا بيا؟ علاش موا جي في دي زيغور ما تديروهمش؟ نونفوي با دي فوتو. خاطبك ما مزوجش بك، واخا يكون مزوج بك صيفط ليه. المهم تدوزي معاه واحد 3 سنين وتعرفي راسك معاه، من ديك الساعه بغيتي تصيفطي ليه تصاور ومشاهد ساخنه شغلك هذاك بيناتكم، ما بين الرجل والمراه ما كاينش مشكل. ولكن صحيبتي هو غا خاطبك وصيفطي ليه تصاور دايره ليها؟ الا والله مولا شافه شنو انت شايطه ولا شنو؟ ها بلاتي ولا كانت صغار؟ لا احنا بغينا الناس ابارتيغ دو 30 سمحوا لي، ما بغيناش نتخاصموا، ما بغيناش نضربوا، بغينا ان شاء الله. راه قلت لكم كاينين شروط، شروط باش نسافروا اونصومبل ابارتيغ دو 30 بنادم بعقلو خصكم. المهم غادي تخدموا على هادشي انتم غتشوف. شنو رايك في الراجل اللي ما كيعتذرش؟ خايبه بزاف، ليغو ديالو غالط في راسو. عرفتي الاعتذار من شيه من الناس الكبار اللي ما كيتعتا اللي ما كيعتذرش ما كيقدرش يقول جو سوي ديزولي غلط. دابا تشوفوا انا شي حد اللي ما يقدرش يعتذر ما ندخلوش في حياتي. امين كدبا اخويا غير قالت الفيزا احلامي تحط معاك. لا 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 فيزا المكسيك ما صعيباش، ولكن توجور هانتوما من دابا بداو تعمروا شويه الكونت، واخا لو كان غير تسلفي من عند انامي وتعاودي تردي له في الشهر، فهمتي؟ مثلا غير كوم كوا كاينه مروجه الكونت ديالك. صراست كوميم ما فيزا توريست، والله الا كان سان كاستينغ راه واخا تخلصوا راه كاين كاستينغ باش نسافروا مجموعين. حنا بغينا نكونوا مع ناس بعقلهم، بغينا نكونوا واحد الجروب زوين ندوزوا ان فواياج اللي عمرنا ما ننساوه. بوركوا ابارتيغ دو 30 يار؟ لا انا نهبط ابارتيغ دو 28 حيت بنادم كيكون شارب عقله ومثبت شويه. والله الا غندير ان كاستينغ شرف والله، حيتاش اونكور اون فوا في هذوك لي كاستينغ اللي غنتوصل بهم غنربح اون بيرسون. وي سي اون بوز فيرني. وي غراتسي ميلي. غيتا حذاري انا لا ابالي. حمقيني يا غيتا جو تادور جو تادور تشريح لامي العالمي. وي سي اون بوز فيرني. وي سي جوست اون بوز فيرني في ماتريوش كابو بيروس راه كيصوبو خدمة انا بعدا جادور خدمة ناضية. وهادو الضفاري ما بقيتش درت الضفار، ما بقيتش درت لي كابسول، سا سي جوست ميزونكل. سا كومبيان لو فواياج؟ جوا فو انكلوغ. غادي شوفو جمعو، بداو تجمعو الفلوس
D'accord. Mais ça va être un tarif l'inaxe parce qu'on va faire des trucs tenir off la nature. Nous pourrons dire 3 jours au hôtel. On va dire que c'est muhtaram, ماشي le luxe, non. On va dire que c'est logique parce que un tenir que c'est ديال البساله, راه ماشي ديما كنديرو. Le luxe, mais je ne suis pas une amoureuse du luxe. ولكن مثلا الى نعس 3 ايام في غيطون غادي نبغي 3 ايام اخرى نعس في اون شومبر مريحه. واش فهمتوا؟ غادي نبقاو كوميم تري تيغ ا تيغ. ديك البساله وديك وي اون فا نو غنديرو دي بروغرام حقيقيين. داك الشيء اللي كيعمر لكم القلب وكتحسي براسك كونيكت افيك لا ناتور اي كونيكتي مع ديك البلاد. بوتيتر نمشيو نباتو شي لابيتون ياك شي ياك سي سا تقريبا. وغتعولوا على فوق واحد فوق 20 000 درهم. ولكن راه كيف قلت لكم سسخا ان فواياج تري تري ريش. السيد راه متكل اللي خدمته اصلا. هذا السيد اللي كيدير هادشي اللي خدمته. Bonne question, elle aime les hommes de couleur alors que son entourage n'accepte pas. Oui, merci الاخ شرف على السؤال اللي تبعتي به البنت. قالت لينا واحد السيده بان هي كيعجبوها الناس السمرين اللوينات كيعجبها الراجل يكون لوين ولكن المحيط اللي عايشه فيه ما كيعجبوش الحال. غنعاود نقول لكم باننا حنا الشعب المغربي اوني غاسيست مع بعضياتنا. نعاود نقول لكم حنا نيميرو واحد. وي يحيى راه اون فا فيغ كونكون اون فا فيغ بوكو دو شوز. داكشي اللي قلت لكم 15 يوم غادي تخصنا في المكسيك. نرجع جديزي حنا وحق الله العظيم اوني ان شعب فينا الغاسيزم. حنا غير بيناتنا الناس الصحراء عزية عزي ولكن دون مانيير. انا عاود نقول لكم انا كلمة عزي ملي كيقولوا لي عزية ولا على بنتي عزية ما كنتقلقش لانني جادة انا عزية. وملي كنزيد نتبرونزا انا عزية حبيب ديالي شرف شتادو داكوغ. دونك كلمة عزية انا بوغ موا ماشي معيورة ولكن كده سيري العزية سيري الطريقة باش كتوظفي دوك الكلمات ولا مانيير باش كتزعما كتبغي تبيكي بنادم هذيك هي اللي خايبة. داكوغ سيرا صفريطة سيري ماشي صفريطة زعما شنو بيضة بزاف صفر. الطريقة باش كتحط صبعك على اللون. اختي الا كيعجبك العوازه واللوين بصحتك وبراحتك اختاري وتمتعي وعيشي الحياه والسعاده. غيبقى لك ويلي راجلك كحل ناري اختي ني فوق قدك ناري اختي فما قدك ناري اختي غي سرطك ناري اختي غي يشمك شال بسالة كي داير. اختي تمتعي ليه مع راساتك سي تو اموغوز دانوم لوين بصحتك وكيف ما خديتي وحله وكيف ما درتي وحله وكيف ما جا الراجل غادي يخرجوا لك فيه العيب. خدي انتي هذاك اللي عاجبك وكتشوفيه وكتقولي العيد غطا. المكسيك فيها ومن بعد حنا مالنا ومال داكشي. صفريطة نو صفريطة يعني لونها اصفر. خويا مصطفى اش قلتي لا ما فيناش والدليل عندنا شادين بلايص كبار. ما فهمتش شكون كتهضر مع شي واحد عادي كلمة عزيزة انا ما كتجينيش معيورة والله. انا بعد اللي كتجيه كلمة عزية معيورة ما كنفهمش والله. انا بالنسبة لي ماشي معيورة. اسمر يا سمراني السمر يا زوينة الاصدقاء السمر يا زوينة 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 السمر يا خديجة الزينة اش اخبارك. حتى انا عزيه وافتخر انا عزيه وافتخر و اونكور اون فوا مازال ما مبردش حري في البرونزاج باقي وجي شهر 8. اش كتعرف على برج الجوزاء التوزه؟ وي منال شنو انا كنحاول نجاوبكم قلت لكم انا غادي نجاوب. او بونيا كش خبارك ما كوبي سي بور كون لو فواياج انا جي ديسيدي سا سرا لو 2 جانفي. نجبد لكم كيقتلوني شي واحد كتب لي كتبي ديال عندك شغلو عندك نغلو عندك صحتو داك حوايجو بعدا وجهك معظم اخويا خسير هاكل شبع في كرشك بعدا شوف اين جهد غتقدر تجبد مني كتقول غير كلمة نشدك اشبع كول كول الا كنتي كتكمي بزاف نقص كارو هز شوية على قلبك وديك الساعة شوف اش باغي دير في حياتك الجنسية.
فيرجي الجوزاء والله عمرها دار. واحد كتلقاه فيه 36 كيلو كيفيق اول حاجه كيدير كيك ميغارو وما كيفطرش، وفي الغدا كياكل شي حاجه باسكو بيان سور قوه الكارو الشهيه ما عندوش، وقهوه كحله قهوه كحله قهوه كحله قهوه كحله قهوه كحله، بنادم ما كياكل لا خضر لا فواكه لا بروتينات لا غيان دو تو، وكاتب لك ميساج نشدك ناري بغيت نشير لك بشي حاجه ما لقيتش. ناري ونشدك شد ركابك بعدا اكيد فاشلين عليك اكيد. سير كول كول نوغيتو ضرب العداس كله بيا سمان، شوف شي دجيجة مقادة هزبها على قلبك، شير فيسة تصوبها لك امك ولا جداك ولا عمتك تقعد بها شوية على الهرمونات ديالك. روكو سيفريدي داوي شدك ما قالهاش، روكو سيفريدي ما كيقولهاش كيقولهاش، عرفوا بان اللي في الدم ما كيقولش. قهرتوني اشي حاقر مسكين مكبوت في شي قلت كيجي تحلف عليا انا في اللايف خويا تحلف ولكن في صمت بلاش من بعد نجبد لكم يونس اللي غنسافروا معاه. بيان سور عرفتي شنو مشهيا وحق الله العظيم نطلعوا معنا لا صدق جابت الصداع، ما كرهت شي واحد اللي كي بلابلي نهز التليفون الاخر ونجبدو ليكم نقول لكم دابا قولوا لي واش الفورما ديال بعدا واش شفتيني بعدا انا ديريكتومون راني يمكن ندير فايتك في الطول اصلا اصلا البيغمين اصلا طول منك وسمح لي على هذه الكلمه هذه لبس قدك يواتيك. علاش بتهزأوا انفسكم كده ليه؟ ليه؟ ليه طب ليه؟ او شكون اللي غادي البوينتي رومان واش تديتيست لينا واش تديتيست ودابا شنو هي الجوزاء؟ هي جيمو ولا فيرج؟ الجوزاء شنو هي الجوزاء؟ الدراري نصيحة لكم من تطاكم مايا الله يعطيكم السر الله يعطيكم السر، الراجل اللي فيه البلا بلا وفي قوة الهضرة بغابوغ المسائل الجنسية راه غير كتحشم براسك اخويا، رحنا عايقين وليت كنفيق البنات كنقول لهم اللي كيبلابلي راه ما فيديهش راه كتكون عنده المشاكل. الله يعطيكم السر ما تبقوش تطيروا وما تبقوش تعلقوا فاش تفلقوا داكوغ. جوجل اكيتي لو لايف ناري امين كتسطيني بهاد النوطات دونك البنات ملي تسمعي شي واحد كيبقى بلا 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 لوك 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 ويبقى يتنهد عليك وصيفطي ليا تصاورك ولا ناري واحد النوع واحد النوع كيقتلني وكيجيب ليا الدبوح هو النوع اللي كيبقى يصيفط لك تصاورو. لا نحيد نظاري لا ما يمكنش لا 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 يستحيل لا. واش فراسكم انا عشت في حياتي هاد النوع د الناس الرجال او بما يسمى رجال كيبقى يصيفط لك تصاور ها هو جالس ها هو ناض ها هو فطر ها هو خرج ها هو طلع في الطوموبيل ها هو تصور في الطوموبيل ها هو تصور مني هبط من الطوموبيل ها هو تصور مني كان في البيرو ها هو فراسكم انا اللي بنت او مرا نقدر نصيفط تصاور زويونه مره في شحال ولكن لماذا ونيت الشعاد راني في عيني
لماذا الدراري تقدروا عفاكم الدراري اللي كيصيفطوا تصاورهم للبنات بخمسة تصاور ست تصاور في النهار، شو اش كاين اش واقع؟ تقدروا تشرحوا لي؟ عفاكم عفاكم سجلوا هذا المقطع فين هي فدوى عزيز عليها تسجل المقاطع ديالي. عفاكم الدراري اللي كيصيفطوا تصاورهم لشي بنت تلاقاو بها في مواقع التواصل الاجتماعي او في مواقع التواصل القهاوي، داكوغ؟ ملي كتتلاقى بشي بنت وكتبدا تصيفط لها تصاورك انت لابس قشابة العيد، لابس قندورة في شي عرس، مصور حدا خوك مني كان عريس، مصور مع اختك مني كانت عروسة، بغيت نفهم علاش كديرو هكا. وعاد عندك واحد السؤال كيسولك ملي ما كتشديش ليه في التصاور، كيقولك اش كيعجبك فيا، وانتي انتي كيعجبك سون بلو زعما. علاش بغيتيني نقول لك اش عجبني فيك؟ زعما وحنا عارفين مستوى الزين والطبوقيصه والتقلديم والفورم عندنا في المغرب محدود، منين غتبداي غتقولي لي اخلاقك اخويا؟ مازال ما شفتيهمش، يلا تعرفتي عليه. ما فهمتش دونك صحاب البلا بلا في لي ميساج. هادشي كنشوفك كانت سطا يبقى يصيفط لك ملي عرفتي كنشوف تصويرتك في بروفيل، صيفط لي شي تصويره اخرى حبيبه. وانت غتقول لي ولا يقول لك واه عافاك ما كتثقيش فيا؟ شنو دابا شنو زعما ما كتثقيش فيا دابا؟ ما فهمتش. نقول لكم الصراحه عندي صحاب بي اور نوت تو بي. ولا كتكوني كتحترميه دابا، شوف كتكوني كيسحب لك رجوله فهمتي، وكتكوني كتخيليه تخي حراش، وكتخيليه فيريل، وكتخيليه بصح نيت، انت كتخيليه وانت مازال يلا تعرفتي عليه، باقي المخيله ديالك هي اللي عايشه معاك هذه اللحظه. كتدخلي لشي سناب ولا انستغرام كتلقاه دايرك. انا صافي ست، انا دي انا ما يمكنش وقعت لي مره في حياتي ما نكذبش عليكم، بلاتي كتلقاي هذا المنظر هذا. نعم اكتشف عالم الموسيقى العربية والأجنبية. ستوب ستوب، انتوما كتلقاه بعقله، دري بعقله، كتحترميه وكتقدريه، وكيبان لك سوا الأخ الأكبر، أو كتبان لك فيه ريحة الرجولة وبنادم متبت. كتصدمي بهذا الواقع بعقله في الطنوبيل داير مسكة وغادي يبين لك المكانة دايرة، المهم غويليا. انا صدق الله العظيم كديري ليه بلوك، كديري ليه بلوك من جميع ما كاينش شي تقبه يدخل منها، يستحيل ما يمكنش، لا سناب تيك توك تويتر كتبلوكيه دو بارتو، لا ما يمكنش. ما عرفتش علاش انا كان عاجبني واحد السيد ما كذبش عليكم ودار هذا الغلط، واليوم من هذا مازال ما لقاش استفسار، حيت داك الاستفسار كان غادي يقول لي كتفهمي غير لصق فيا انا اللي تاني بلديه وما كنفهمش واش فيها وما خصو يقول لك واه سافا تو فا بيان، واه سافا تري بيان، ما قالو قدوك قدوك فهمتي، واه تو فا بيان، واه ترانكيل، واه سافا. علاش انا بعدا ما عنديش مع الرجالين ندغوا المسكه؟ ديجا ما كنبغيش العيالتين ندغوا المسكه، جو نيم با سا، ولكن راجل اللي بقى يهضر معاك ويندغوا المسكه. واحد النهار كنت جايه من طنجه وجلسنا في داك الرباعي ياك، ان دو تخوا كاتر، واحد الراجل المسكين طلع كيندغ واحد المسكه عاد اش دار لها، اوكي والسيده حدايا في دوك صافي، كاين هذاك الخو فين كندوزو وكاين ان سياج، والسيده كنعرفها. شفتي قلت لها مايا قولي لي يحيد المسكه. هو بحال رد البنات راه ما يمكنش كيدير كيبرد فيها شي حر،
من بعد قلت الله يخليك اسيدي سي بوكو زعما لبس شوين قوم قيا انا يلا حبست الكارو وما يمكن ليش نحيدها سمحوا لي جو سوي تري تري نيرفو اون بو با فيمي دابا حتى لو كان نبغي نخرج ما يمكنش ليا يا ربي تسمح لي مع الندغه ومع بعد تشاش شويه شويه كيخرج واحد ورينا صدرك تنوض تنوض سير وليدي تنعس ياك المرضي اش بغي نوريك ريبيت اش قلتي وانا غادي نقول لك نوريكم اياه تفضل كيحلم بهاد الاجابه دابا ياك نادي دري كيندغي المسك صعيب بزاف وسورتو دابا شوف ما نكذبش عليكم عندي صحابي افيميني يندغي المسك حدايا بحال صاحبتي غتندغي المسك حدايا بون جي دي ليميت غتوصل واحد الوقت غنقول يا ربي لا ما حيد المسك ولكن كتكوني كيصحب لك داك فات الاحلام ومن بعد داير لك الخاين الجاني هو مغنى على شي اكس فهمتي وكيبين لها المكان زعما شوفي الخير شفتي زقلتي زقلتيني وزقلتي العاق فهمتي والمسكه من الفوق احي شي تعليق على صحاب تيك توك صحاب منين تسلط علينا زعما شي وحده مصيفط لي ما فهمتش انا تيك توك دايره فيه فيديو وحده حموده انت جات معاك شو حموده البوغوس حموده البوغوس اللي دارتها جات معاه حموده يكون غادي في الزنقه ويش طاح وجات معاه قنبول وبوغوس ندغي المسكه كل باربا بابا باربارا بابا خلاها كبر باربارا بابا دير لي عجبك اشنو تقولي على واحد صبرتي معاه 5 سنين وخدم في الاخر قال لك باي باي انا جاوبك بالموسيقى الله يعاون العونات صافي دازت 5 سنين سالات الله يعاون ما صدقش بلا ما نخسروا الهضره مشي تعاود صافي ما تبقاش تقولي كنشك فيك ما انت متحول الجنس والله تبقى قوه الرجوله اللي فيا كنجيكم متحول الجنسي وحتى كون كنت متحول الجنسي كنت غنقولها وما خايفاش منكم وما حشمعناش منكم غير هو انا امراه وبقوه الشخوشيه اللي فيا والرجوله اللي فيا والسنطاحه اللي فيا اللي لا يمتلكها العديد من اشباه الرجال اللي حقا انت فايتني بهذاك خويا رانا مراجل عليك في الصراحه ولكن ماشي متحول جنسي والده 2 مرات صافي دازت 5 ans يا الله هاديك سي طون ابخو واش حموده البوغوس هو اللي كاين معانا واش البوغوس البوغوس في الصراحه الى الا كان حمود البوكوس راه مازال ما وصلونيش لي برودوي اللي قلتي لي كون زاد تعامل كون ولات طبيبه سي با غراف علاش كتبكيو على واحد النقطه سمعوا لي واحد النقطه كاين ان باسي وكاين اوجوردي وكاين لو بريزون il fait partie du passé سالينا صافي ضاع لي 5 سنين وضحك عليا صافي صافي بارتي دو طون ابرونتيساج دو في جيتي لهاد الدنيا غتربي فيها وغتاخدي منها موعظات وغتحكي وهاد ليكسبيريونس هادي هي اللي كابيرمي باش كتولي عايقه وقافزه وفايقه فوالا اختي الملل في العلاقه الزوجيه هضرت عليه في داك اللايف اللي داز تقدري تقلبي عليه في يوتيوب لو باسي اي باسي عندك ما دير صحيبتي بقيت مجمع معاكم ونسيت المسائل ديالي
وهذه غنعاود نقول لكم نصيحه اخرى لوجه الله، راه في لي غولاسيون راه اقسم بالله اقسم بالله راه من الشهر الاول كيبان لكم البلان. كونوا تثيقوا كونوا تستافدوا. راه قالوها لي الناس وقالوا لي الناس قبل مني وما كنتش كنطيق حتى كليت العصا على خاطر خاطري وحتى تفهمت. وانا بغيتكم تختصروا لا بالنسبه للدراري اللي كيتفرجوا فيا ولا بالنسبه للبنات اللي كيتفرجوا فيا، راه من الشهر الاول كيبان لك بنادم كيدير كتعبريه. نعاود اللي ثابت وشهر بعقله راه كيبان لك من الشهر الاول. حلي غير عينك ها ساعه ساعه، قرصي راسك وحلي عينك وبقاي تفرجي في الفيديو ديالي. خويا المغربي باش ما تبقاش تقول كتجي غير من الدريات، الدراري راه من الاول ما باتش هي الفتاه الاحلام ديالك قلب، ما تبقاش تعلق فاش تفلق. خويا انت باغيها محتجبه سير عند وحده محتجبه، علاش غادي عند وحده ماشي محتجبه وباغي دير لها الحجاب؟ اريتي دو فير سي زيرور. زعما انت هو شنو، انت داعيه ولا ما عرفتش انت باغي؟ انت غدير حسنه وغدير خير كبير وبيك انت باش انت غدخل هي لواحد الحياه. عطيتي ساعه لشي وحده ما محتجبهش وانت عائلتك كلهم محتجبين وباغي وحده محتجبه، علاش غادي كتقلب على وحده غير محتجبه؟ هي ديك الله يعطينا شي وحده عندها في صال، الله يعطينا شي بنت الحلال تكون عندها في صالات بنت الحرام، ياك هي هادي ديالكم. البنات من الاول الا جاك ما سخيش بانسان ماشي جينيرو راه ما غادي يكون جينيرو في التوزه. اللي ما سخ اللي ما سخيش في قهوه في حلابه في ريستورون يخليك تاخذ طاكسي باش تلحقي عليه، لا حبيبه الا بغاك تخرجي معاه يجي هو يهزك ولا يصيفطك هو طاكسي هو اللي مخلصو، ماشي تضربي طوبيس والطرام باش تلحقي على مولاي السلطان المحفحف حشاكم. داكوغ اللي عاطيك واحد القيمه وحاطك فواحد المرتبه من الاول دير لك حساب يمشي هو يجيبك، ماشي نتلاقاو في شي بلاصه. فين حطيتي راسك فين كتلقايه؟ حطيتي في راسك صافي خليك شي غينا جاغيف، لا يجي يهزك. ما عندكش الطوموبيل ما تشديش طاكسي، علاش تشدي طاكسي؟ او نتوما في الاول مخليك تشدي طاكسي واقفه كتسني هذا يهزك هذا اللي انت غاده انا اللي غادي انا اللي نهزك، او في طاكسي بيض او الطوبيس دي فول وكون. من البداية داك الشيء بلاصة حقيرة وانت ماشي ديال وانت عاطي راسك القيمة وماشي ديال ماشي ديال الحقرة، ما تزيديش معاه 10 دقائق جلستي في قهوة حقيرة غتقولي يا ربي بغيتي نعيط لماما بغيتي نعيط لماما، غدير الصح رجعي لداركم وبلوكي. علاش باغا تعطي فرصة للحقرة من الأول محفحف؟ وعاد كاين اللي ما محفحفش ولكن بغي يبين لك ومحفحف زعما باش ما تطمعيهش. خويا طامعه كيف انت طامعني كيف خويا ياسين تو ني با داكور؟ ايوا خويا بقى لعبوا في التيران على قدكم، غادي غتلقى بنت الناس هذيك الدريه راه ماشي لقاو والديها في بونوكس ولا في بواطا تيد، هذيك البنت راه ولادها والديها كبروها وخاسرين عليها والدريه كتقرا وراسها زوين ومهليه في راسها وخارجه هي لابسه باش تشدها تتمرمدها في الزناقي ابي هاك. ايوب انا ما ساوي حتى وز، انا الا قديتي توقف حدايا نعطيك 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 كادو، الا غير الا قديتي توقف حدايا توقف حدايا وجها لي وجه وتهضر معايا بهذا الاسلوب نعطيك كادو. وعاد في الليل يقولك صيفط لي هاد الصويره غادي بك القهوه محفحفه، قال لي قهوه حلا باش انت تفهمي راسك عندك تفوتي جو دورونج ما تقدري تطلبي شنيكا ولا ميلفويا ولا شي فوندون شوكولا كيطري عندهم مبين لك، فهمتي كتحسي بان بنادم حبس كرف وانت جالس عاطيها وقت كذا شي، لا ما فهمتش خويا سير تتعمر جيبك وديك الساعه خرج الدريه القهوه ولا ديها الريستورون اختي، نتوما ماشي القهاوي اصلا، انت ماشي صاحبه باش تجلسي معاه في قهوه في الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني او الاسبوع الرابع. الشهر الاول تفشي دراري ما عندكش باش تخرج واحد بنت الناس تجلسها في بلاصه محترمه
وتجلس في بلاصه تهلا فيها وتبين له بانك بصح نيت سخي ومربي مزيان، تخرجهاش اخويا، شد الارض سير مع صحابك ولا سير عند راكين الدريات اللي كيمتهنوا واحد المهنه، سير فش الغليل ديالك وعطي اتساع لبنات الناس. ناري بعدا بلاتي دابا خارجه لامو، ماشي لامو دير واحد 10 سنين باش كثرت عندنا واحد الفئه ديال واحد النوع ديال الرجال اللي كيقول لك انا جوين غولاسيون ليبر. وبلاتي شدوا فراسكم وانتي كدوزها بشربة الماء اصلا ما عجبكش بزاف، كيعيط لك مع 8 كيقول لك وي سافا تو، كتقول لي والو شو فيك دي كوبان شو فيك ان امي، كيقول لك اغيت تو تورتور ياك المرضي ياك اخويا انت كي درتيها نو اغيت دو مدير سا تو تورتور، ياك انت بفمك قلتي ما باغيش غولاسيون باغي غولاسيون ليبر تكترون. قال لك حقا شوفي حنا نتصاحبو ولكن انا ماشي ديالك، يعني تنتي ماشي ديالي ولكن خلينا نضحكو ونشطو ساعة ساعة. هذا واحد الفئة كاينة موجودة في واحد الفئة الاجتماعية عندنا في المغرب، ومني كتقولي لي صافي انا راه اصلا رجلي خارجين الشوارع اوكي انا جو سوي ليبر، كيبدا ومني كيعرفك انتي يمكن خارجة في ان ديت كيبقى يصيفطك زيموتيكون حمر مقلق مسكين بقيت فيها خويا بلاد النوع وحق الله العظيم الا كنعرف منهم بزاف اقسم بالله العلي العظيم كنعرفهم شخصيا، ترى شي نهار غنتفرقع على الحزق كامل بالاسماء الا جيت نقيد الاسماء ديال الناس اللي كنحتقر في المغرب. عقلتو على الفيلم ديال الراقص والسياسي؟ عقلتو؟ ومني قالت لهم غتكتب كتاب وبداو كيصيفطوا لهذوك صحابها اللي خايفين تجبد سمياتهم الشيكات وداك ولا مصيفط لها شي محامي الفلان الفلاني بيقول لك انت زعما شحال بغيتي عافاك ما تجبديش سميتو انا ماشي مصطيه باش نجبد سميت شي واحد، اولا نكونوا هانيين. والله ملي كتقولي ليه وي سافا قلت شو في كوا، دابا هو صافي دابا دابا انت كنتي عوال غتربي علاقه وزاد لك طاطات ملي قال لك انا في الصراحه سانسيرمون تزوجت اون فوا جي ان غارسون جي بو انفي دو مي ماري و تو سي اوني ادولت. شوفوا شوفوا الهضره شوفوا طاطات ملي كي كيديرها لك tu sais tu es magnifique alhamdulillah on est des gens on est adultes et majeurs et vaccinés ou je comprends pas pourquoi tu veux te marier Bouchra je comprends pas Zema écoute tu as ta maison j'ai la mienne et pourquoi ça tu sais moi je suis là je serai toujours là pour toi déjà il faut que tu le saches je serai toujours là pour toi je serai là mais sincèrement pour relations Zema sincèrement non j'ai essayé dernièrement ça a été la catastrophe après il y avait un divorce je préfère je te dis clairement je t'adore tu es magnifique tu me plais beaucoup qui préparera le film du film. Mais tu sais, une relation libre, toi tu fais ce que tu veux. Dis que je suis ton protecteur, bien sûr. Je suis là pour toi. Non, Mariam, tu crois vraiment que je vais te lâcher un jour? Je t'adore. Je t'adore, Sana, vraiment. Donc, moi je te propose une relation libre. Pourquoi on va s'engager? Dis-moi. Ou qui me dit, Kralk, ou le Tiftar, qui dit le caca. كيبدا يقرا لك شي حوايج اللي يقدروا يقنعوك، ولا الحرام كيكونوا خطيرين يعني كيكون فيه 46 45 كيكون قاري في واحد المدرسه اللي انت مازال ما دزتيش منها عاد كدوزي منها من بعد. انت كدوزي منها ملي كتقولي ليه اوكي غولاسيون لي بغو كتلقاي راسك مزعوطه وكيشوفك نهار الخميس والاثنين او الخميس والثلاث مثلا، وملي كتعيط ليه الاربع ما كيجاوبكش وانت راه كنتي في احضان ونهار الثلاث وعايش حياتك تحسي بالفرافير والطيور والفراشات تحلق بحولك، كتقولي ما يمكنش ما يكونش لامور، هو راه كيعيش معاك لامور في ديك اللحظه في ديك اللحظه، راه غد ليه ولا من بعد غد ليه راه عنده بلان واحد اخر حتى هو كياخذ منه في كل وحده كياخذ منها لو ميور ديسكيرادوني، هذا راه كيكون واحد في اقاف زعندكم
هاد النوع ديال الرجال كيكونوا قافزين عندهم دبلومات كبيره وخطير، كتكوني معاه كيسحب لك راسك اون برينسيس. معاه هو شنو؟ باش يخرج منك احسن ما ممكن تعطيه، كيتهلا كيديك ريستورون ترطاق، يقدر يشري لك شي مهم شي رويحه شي ديور ولا شي مهم شي حاجه ماركه، فهمتي؟ كيغفل عليك بها. ملي كتكوني كتعشي معاه كيبقى يبوس كيدك وانت كتقولي جو بونس سي بون فا سورتير انصومبل، باسكو وانت الو سافا دي موا باسكو سي فولي با سورتير افيك موا كليرمون ما غيبوش لي يدي في ريستورون دوفون طول موند. او الحبيبه كيبوس لا مان دو طول موند، وحق الله اقسم بالله العلي العظيم انت خرج معاك ثلاث باس لك يدك دوفون طول موند، والخميس غادي يخرج دوفون طول موند وغيبوس لها يديها، ونهار الجمعه غادي يخرج تلقاه في كباري محفحف ومجلس حدا شي حامضه وكايبوس لها في يديها، حتى هي داير لها فيلم يقدر كاع يبوس لها جلا. وانت كتشوفي انت ولا صحابتك غير صوروه لك يقول لك ريكارد الي تي افيك اون نانا الي طون تران دو لو بيزي لي بي، بلاتي نجيب شارجور ما بقينا عارفين فين منطقو. زيديني عليك Tu sais, c'est question de temps. D'abord, lui, il a perdu confiance. Tu sais, Tu sais ce qu'il m'a raconté. Il avait une ex-femme. C'est normal qu'il n'a pas envie de s'engager. Tu sais quoi maintenant? Laisse. Allez, regarde. Je sais. Tu sais. Je 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 sais. كيسحب لك زعما افيك تو سي اكسيبسيونيل سي اكسيبسيونيل افيك انا اللي كيجلس معاهم. وي وسمحوا لي والله تقولي كنتي معانا وانا عارفه كاين هادشي، انا عارفه كاين هادشي، انا عارفه خروب بلادي اش فيه. اه هادي هي الحقيقه والله. نظم وقته، خدام، جيبو عامر كياخد احسن ما كاين في كل وحده، كيعرف كيكون عنده واحد ثلاثه اربعه الموديلات مختلفين. سلطان مع راساته، والد البارك مطلق المرا كيعطيها 2000 درهم، هو كيشد شي 4 مليون في الشهر، كيمشي هو في الكابيستون وفي تيغوشي، ها هو خلاتها اسماء بالعربي كابيستون شنيا كاسكاد كابيستون بتي غوشي، كاسكاد كابيستون بتي غوشي، كاسكاد كابيستون بتي غوشي، زيدو عليها غولي باغي، دابا زيدو عليها لو بيغي وزيدو عليها لا كورنيش، داك ريستورون لا كورنيش ياك. دابا هذا هو الموديل اليوم غيتلاقى بها في الكاب، والاخرى غادي يدير معاها في البيغي نهار الاربع، ونهار الجمعه غادي يكون في البالكون، خاصو يبدل النوع، خاصو يجيب شي نوع واحد اخر، فهمتي؟ شي وحده مثيره جدا تجعره. هادشي نعاود نقول لكم هادشي الا كان عنده، حيت سوفون هادو اللي كيديروا هاد الشلاطه هادي كيكونوا مفضيين، كيبقى يكذب على راسو بانه روكو سيفريدي او هذاك الممثل ديال 365 جور، ما عرفتش سميتو داك الفيلم اللي كاين في نتفليكس، هذاك خينا اللي مغري جنسيا جدا، هو راه كيتخيل راسو هكاك وراه ماشي هكاك. وكل وحده اش كتبقى تقول، كل وحده كتقول لا رابا. دابا تو سيدي مسكينه عرفتي اش دارت لي سون اكس، إلا كنتي افيك اون اكس لو بوفر عرفتي اي لوي ابخي تو سون ارجون، شكون قالها لك؟ هو وتختي مسكينه حبيبه. سولتي سون اكس مشيتي جبتي الدوسي، سولتي درتي شي تحريات ما درتي تحريات، داكشي اللي قال لك بصح مسكين نقعد قاعد والله العظيم هذا النوع هذا كيكون خطير جدا. كابيستون كاسكاد بتي غوشي، كابيستون كاسكاد بتي غوشي، كابيستون سطاتني بهذيك كتحمقني اسماء لي اكسيبسيونيل والله. وانت تو تيلمون اوغوز كون تو افيك لوي، ومعاك يكون نرجيس، هذا الطوب النرجيساج. وفي هاد الفئه يتجزاو فئات اخرى، كاين اللي هذاك كتسناك تخلص، عاد كاينين عاد كاين واحد الكمشه اخرى في هاد النوع اللي داير بحال هكا كيبقى يبكي عليك ما فما تو بخي، يعني فهمتي اللي غتخلص اليوم. وي اليوم كانت عندنا محكمه با انكور اون فوا عرفتي اش دارت ليا والله الا تو سي كي ما بخي تو مون ارجون، وانت ملي كتسمعيه قال لك ما فما بخي تو مون ارجون وخلاته على الدص، وهو دابا رجع سكن مع مو، يعني انت غديه للدار وانت اللي غتخلصي داك العشاء على عار، ومن بعد غيبوس لك يدك يقول لك اوغوزمون كنتي لا، اوغوزمون كنتي لا، والله اوغوزمون كنتي لا. انا راك شوفي راه مني ما لقيتش مني ما تصطيتش تو سي مون اكس عشي سكن مفوزي يبكي والله تيقطع لك في قلبك.
ومني تجي لا نوت يبغي غير يدير غير خشي يدو في جيبو زعما جونغ راه غير يخلص وراه عارفك غتخلصي الميساج وصل الزين. اي 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 الله يهديهم علينا. داكشي علاش من بعد كطيحوا في الدريات ما كيبقاوش كيتقشروا مع الرجاله يجو لو كومبرو للاسف. هادشي داز عليك باش عارفه؟ بيان سور داز عليا باش عارفه، ماشي غير داز عليا، داز عليا وداز عليكم شاد صحاباتي وداز على واحد الكمشه اخرى ديال الناس اللي كنعرف. وعاد داكشي اللي كيوصلني في لي ريزو سوسيو من نهار دخلت لي ريزو سوسيو طبعا. شنو ما نحش نقول لك لان هادشي ما دازش عليا، لا كلنا داز علينا شي حقير او حقراء. وي 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 ناري بعد داك اللي كيبكي عليك ناري، اما داك اللي في طور الطلاق كتولي جالسه وفيك الخلعه كيقول لك وي شو ان انستانس دو ديفورس، دابا حنا في الجلسه الثانيه، نوضو نوضو بحالكم غنوصيكم تقولوا مايا ما كتوصيكمش. تجلسي مع شي واحد في قهوه ولا تهضري معاه ويقول لك انا باقي في الجلسه الثانيه. انا كنعرف واحد السيده كانوا جالسين صحه سلام حتى وقفت عليهم صطافيت المراه دايره ليه البركاك وتبعاتو والله تمشوا بنت عائله هكا كدير قسما بالله ماشي مشيتها لا ديال الكوميساريه ولا دو غيان دو تو، والله تتهزو في صطافيت حزق كلشي مشى في صطافيت. وي هي وياه والصاحبه اللي بالنسبه لها هو مطلق، لا هو باقي في الجلسه الثانيه مازال ما خرجش ليه الطلاق قسما بالله العلي العظيم. عندكم غنوصيك اللي باقي ما عندوش ورقه ديال الطلاق وما شفتيهاش بعينيك غنوصيك غتلقاي راسك غدا مكتب عك الكوميساري وبك غيضربها لك بهرده العصا قدام الكوميسير. ما نقولها لك اون انستونس دو ديفورس والله والله ليلى اختي ما سمعتها لا مره لا جوج. وباش ما ندخلش في لي ديتاي احتراما للناس اللي كنعرف تهزو كاملين الكوميسارية عندكم. وحتى الدراري تلاقاو بشي وحده تقول لك انا كنطلق انا مازال ما طلقت خويا ما دير معاه والو، وهي راه يسمح لها راجلها وانت تمشي تدفعي حبيبيس ولا لو كونترير باغي اختي انت راه يسمح لك راجلك تسمح لك خويا انت تسمح لك مرتك وهي تمشي تضرب الحبس حيتاش كنا باي تي اونيت معاها. حشومة عليكم تكرفسوا على بنات الناس ولا على ولاد الناس. شحال ممكن يتعطل الطلاق؟ الطلاق الا درتيه اتفاقي ما كياخدش اكثر من 3 شهور اتفاقي، ما كاش اتفاقي مطور ومسلسل هندي حيت تقدر. المهم زافيني باغ كتسمحي في المتعه وداكشي ديالك غيطلقوك، ولكن تقدر تصبي دوغي ما بين 6 موا الى عام، سورتو الى كل مره كيصيفطوا ليه ما كيجيش ما كيجيش ما كيجيش صبي دوغي واحد العام، ولكن تو فيني توجور باغ ديفورس. اش دانا شي كوميساريه ما كاين غير كابيس طون كاسكاد بتي غوشي كابيس طون كاسكاد بتي غوشي كاسكاد. ما يا سي با تو الموند كي في سا اي تو تو بارل اون جينيرال جو بارل على دي سيتواسيون لي وقعوا فريمون البنات كنعرفهم والرجال كنعرفهم. جو نو سو با اون طران دو جينيراليزي دو دير الناس خايبين، راه ماشي كلشي خايب والحمد لله باقي الناس مزيانين كيف انا كنعرفهم كيف نتوما كتعرفوهم. غير لي غولاسيون ما بين المراه والراجل اليوم ولا فيهم بزاف ديال التخرشيش ولا فيهم بزاف ديال التخربيق، النيه نقصات والتحرميات كثروا للاسف. اتفاقي غير شهر الا عندك شي زهر، نو 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 با فورسيم اتفاقي شهر خاصك تكوني عندك ما كاينش زحام ولا في شي فيلاج ولا عندك شي محامي خطير جدا. الا عندك محامي خطير جدا شهر، باسكو كيقول لك الجلسه الاولى ومن بعد الجلسه الثانيه كتجيب واحد من لا فامي ديالها واحد من لا فامي ديالك والجلسه الثالثه كيطلقوك. البنات جو سو اون انستانس دو ديفورس، دراري جو سو اون انستانس دو ديفورس، تشوفوا الورقه بعينيكم وفيت على 3 شهور و 10 يوم وديك الساعه هضر. تقولوا ما كنوصيكمش اتونسيون ما يعقدوك الرجال. اخويا نعاود نقولها بحال في كل لايف عادي 8 او 8 خويا ما معقدينيش الرجال، معقديني البوزبال، معقديني اشباه الرجال بزاف عليكم كلمه الرجوله حيت شكون كانوا بصح نيت الرجوله عندي فيهم صحابي واصدقائي ونيت الرجوله وكنحترمهم وكنقدرهم وكنهزش فيهم العين وكنحشم منهم. انا عندي صحابي رجال والله حتى كنحشم منهم
دونك هادوك اللي كنهضروا عليهم انا معقديني ومعقدين بنات بلادي كاملين، بزاف عليكم كلمة الرجولة، بزاف بعيدة. شفت مضاربة مع الحقارة بين مع يدك ومع رجلك، وحقير جدا، مقلق مقلق هنا ومقلق هنا، والجوع النوع، انت مزاحم مع الرجال. رجع اللور، احمويشتي رجع اللور، رجع اللور، خلي بنادم، خلي العزلة تقاد، الله يعطيكم الستر، وشوفوا انتم ما لقوش حل لك، راكم عرفتوا. معقدين لك الرجال، شكونك بعد التراجل بعد؟ انا مرجلة عليك، انا في تعاملي رجولة عليك في كل شيء. شمايت تولاو على بنات الناس تضحكوا عليهم، وانت ما قادر، وما ما هز راسك، ما هز جيبك، ما تعرف فراسكم. كنعرف واحد الشخص والله العظيم، نهار سمعته قال لي هذه الجملة تخلات، قال لي يا في غناكل، قلت له انت داير ريجيم كل شي حاجة، قال لي ما هو في الكوزينة كيوريني زعما، قلت له كل بعويضة، قال لي ما كنعرفش نقشر بعويضة، قلت له كو، قال لي ما كنعرفش نقشر بعويض، يبقى دير ما كتعرفش تقشر التفاح، لا والله ما كنعرف كيفاش كيديرو، عنده 46 عام.